دفع عالي مفيش حاجة مميزة. خريج تجارة عشان مجموعي ما جابش هندسة. لو مش شباك هتبص هكون في الفصل واقف في النص صوتي واطي وهص هص من أيام المدرسة. شباب اصل فترة المراهقة كنت في اوضتي وقافل الباب. في الفترة دي من حياتي مشاعري تملي كانت جياشة وبقعد بالساعات فايق تعبان قصاد الشاشة. الاحتياج خلاني احس دايما اني قلة لدرجة ان عرقت وانا بتفرج على دانتيلا. شاب عادي بايظ من الهرمونات. شاب عادي لازم يعرف بنات. ايوه شاب عادي بروح مشوار في مواصلتين اوبر الا مع خصم 50-50. في المترو بقف استنى العربية المكيفة عقبال ما اخش فيها بتلسع متين قفا. شاب عادي مش عايش بقص. شاب عادي بضحك على مسرح مصر. عايش وسط الزحمة واحد من ناس كتير واقف مستني دوري وحياتي كلها طوبير. طوبير الموظفين لا. شؤون العاملين لا. عايز اخلص كل ورقة لا. ادفع دمخة لا. او تأمين. مادام على الصف التالت اللي بنختم منها تقريبا مش هفاجئك لو اقولك انا ابنها. شاب عادي مامته مادام عفاف. شاب عادي من صغره عنده كفاف. قررت اشرب سجاير قررت اكون سموكر. فرطت ال ال ام وبدات العب بوكر. كلمت صاحبي شوقي قلت له عايز حشيش قال خد لك تبغى عادي انا بطلت وما معايش. عربية ما تلاقيش. شقة حلوة ما تلاقيش. وايه وظيفة لا ما فيش. لا ما فيش. لا ما فيش. لا ما فيش. يا ما فيش. كسر مشي سر شيشي. لا تفرشي انا عايشي اي حاجة خلاقيش. امشي يا ناموسة يا مفعوصة ما تقرصنيش.